شو بلاقيك رجعت؟ لا تكوني انبسطتي إنك ما رح تشوفيني. بصراحة أنا انبسطت باللي صار مع إيليني. سمعت باللي عملته فيها وكيف تركتها لحالها بيوم عرسها، بس هي بتستاهل هيك عقاب. أما بالنسبة لاختفائك فهذا الشيء ما بيهمني أبداً. عن جد فاجأتيني، لأنه بتذكر أنك آخر مرة ورجتيني عكس هذا الحكي، مزبوط؟ وبتذكر كمان أنك هددتيني إذا ما خانتني ذاكرتي. صح، بس صار عندي مشاكل أكبر وأهم لازم اهتم فيهم وما فكر فيك. أما أنت ما عندك شي بنوب، حتى أنك فاضي من جوا تعمل فوضى بحياة أي حدا، والناس اللي مثلك ما بيتركوا أثر. يعني باختصار بتنتسى دغري وبكل سهولة، وأكيد كل يلي عرفوك مثلي فوراً نسيوك. بس بتعرف شو؟ رجعتك كانت خيار مانو منيح، وقللت من قيمتك كتير. حبيبتي دراسو، شو يلي صاير؟ مين عمل فيكي هيك؟ جاوبي. ما حدا، أنا عملت هيك. ليش حبيبتي؟ قولي لي شو صار معك؟ إمتى أجيتوا؟ كنت بقن الجاج وما سمعتكن أبدا. لينيو، كيف بتخليها تعمل هيك بحالها؟ عن جد من حظك انه ما اكلوك الفيران. بعرف انهم كتير مأذيين، يعني اذا بتلتهي لحظة او بتغمض عيونك ممكن انه ينأذوك دغري. بس ما غمض لي جفن. ان شاء الله تكون قضيت الوقت عم تفكر باللي صار. ليش هيك يا معلم؟ ولساتك عم تسأل؟ حابب تضل هون كمان؟ نوبة العصبية اللي صارت معك هي أكيد مو لأنه بنلوبي متزوجة.